ورشة، هي ورشة عمل حول دور المرأة في المجتمع الطبي أو دور الطبيبة في المجتمع الطبي، إلى جانب أو أحد أنشطة مساق أخلاقيات المهنة والإدارة الصحية، يهدف الأساس النقاش موضوع هام جدا، وهو كيفية أن تتمكن المرأة الطبيبة خريجة الكلية من التأثير في المجتمع الطبي والريادة والقيادة في هذا المجتمع من خلال قيادتها للعمل في مستشفاها أو في المركز الطبي أو تولي مناصب إدارية. هو موضوع هام تطرقنا فيه للحديث عن دور المرأة الفلسطينية الطبيبة كطبيبة تعمل في موقع ريادي وقيادي في العمل الطبي في مؤسساتنا الفلسطينية بعد مسيرة طويلة من تحصيل العلم والخبرة العلمية في المجال العمل الطبي في المستشفيات والعيادات الرعاية الأولية، حضور الكثير من المؤتمرات العلمية وصقل المهارة العلمية والعملية أيضا. وجود هذه الشخصيات في هذه الورشة يمثل رول موديل أو قدوة لهؤلاء الطالبات الملتحقات بالكلية، أنه يكونوا مثلهم أو أفضل منهم، يعني تعطيهم الأمل بأن هناك مستقبل جيد، مستقبل لهم في العمل الطبي، وأنه الأمر لا ينتهي فقط بدراسة الطب وحصول الشهادة، إنما بكونهم قائدات ورائدات في المجتمع.